ده رأفت خليل لاعب الأهلي. ما أنا عارف إن أنت عارف، بس أنا بحب أقول يعني أكتر لعيب من اللعيبة الصغيرة عنده شخصية وثقة في نفسه، ودي حاجة بانت في تحركاته، قراراته داخل الملعب، ولما مثلا كان بيتحرك وبيشاور لزمايله ان هو فاتح وبيطلب الكرة. ده غير كمان خطورته وايجابيته على المرمى اللي مش بس كانت لحظة الجون، هو من ساعة ما نزل ما شاء الله وهو كان خطير وايجابي على المرمى. يعني هو اول ما نزل كجناح، ولكن كان دايما بيخترق وبيضم ناحية الجون. اول ما الاهلي يمسك الكرة هو يجري ويطلبها، زي الكرة دي الاهلي هنا قطع الكرة، هو خلاص راح على الجون وبدأ يجري، فعايز ثرو حلو يتلعب له هنا او هنا، بس اكيد مش هنا. يا ريتك ما شغلت مخك. هنكمل بقى باقي الحالات، بس خليني الاول اقول لك شويه معلومات وتفاصيل عنه بحيث ان انت تعرف الراجل ده يطلع مين بالظبط. اول حاجه، رأفت خليل لعيب عمره 18 سنه، يعني ما شاء الله في السن الصغير ده وظاهر بالشخصيه العظيمه دي، فدي حاجه كبيره جدا. ده غير ان هو بيلعب في الاهلي من هو عمره بس 8 سنين، راح اختبارات عادي جدا زي اي حد، واللي كان ماسك الاختبارات دي كان الكابتن عماد النحاس، واول ما شافه اقتنع جدا بموهبته ومضاف الاهلي. رأفت بيلعب جناح، ولكن مركزه الاساسي هو الباك الشمال، وده مركز انا شخصيا ما بفضلوش قوي ليه، وهقول لك ليه بس قدام شويه. المهم، بالرغم ان المركز ده انا ما بفضلوش ليه قوي، ولكنه لما بيلعبه بيبقى متالق جدا، واخر فترات تالقه في المركز ده اللي هو الباك الشمال كان مع منتخب مصر للشباب في بطولة كاس العرب. لعب في البطولة دي 4 ماتشات، فاز برجل المباراة او بافضل لاعب في المباراة في ماتشين، ودي حاجة كبيرة جدا. ده غير كمان ان هو كان متألق وقدم معهم اداء رائع وبارع ومميز. رأفت خليل اهم مزاياه ان هو لعيب عنده وعي تكتيكي بشكل عظيم جدا. يعني بص، هنا انا جريت رايح على الجون، العبها لي هنا، فتلعبت له وراه، المهم راحت لزميله، يقف هو بقى ويسكت، لا انا جريت العبها لي برضو، محدش لعبها له وزميله وقع. المهم يعني ما رحتلوش في الكورتين، ولكن ما شاء الله تحركاته مميزه جدا، وتحركات لعيب كبير مش لعيب صغير لسه نازل فبيجري وخلاص. خليل والتصويب والهدف، مش ممكن. وهنا برضو نفس الكلام، تحركاته مميزه، وهو اكتر لعيب واقف بشكل صحيح، واقف في وضع يسمح له ان هو يسجل، بس لو الاوفر اتلعب له صح. اما هنا برضو فنفس الكلام، جاي من على الطرف وبيحاول يسرق المدافعين ويخترق، ولو اتلعبت له صح ممكن جدا يسجل. اخر حاله بقى في ميزه التحركات، الكره دي اللي ضيعها ميكي واللي كان كمان تسلل، هنا رأفت واقف بشكل مميز جدا، وكمان كسر التسلل، واقف متاهب وعنده استعداد يجري، ولو الكره اتلعبت له كان بنسبه كبيره ممكن يجيب جول. يعني ما شاء الله لعيب عنده شخصيه وعنده قرار وجريء وايجابي على الجون، وزود عليهم كمان ان هو لعيب عنده لمسه حلوه جدا ومهريه، سواء مثلا في 1-2 زي ده، بص التو طالع بلمسه اوروبيه، لا وما شاء الله كمل في الكوره، وكان برده واقف في وضع يسمح له بالتسجيل. المهم اللمسه المهريه دي بانت في 1-2 زي ده، وبانت كمان في اوفراته اللي بتطلع منه بشكل مميز جدا، واللي ظهرت بشكل كبير في بطولة كاس العرب للشباب. شباب من ناحية شمال خطيرة للمنتخب المصري. رأفت يلعب كرة عرضية داخل منطقة خطر، هوبا جول. رأفت كمان في الناحية الدفاعية لعيب قوي، وبالبلدي كده لعيب ناشف، فبيدافع على كورته بشكل كويس جدا زي ما انت شايف كده. اما بقى العيوب، ان الراجل ده بالرغم من ان هو قوي وناشف جدا في الناحية الدفاعية، الا ان التغطية بتاعته الدفاعية مش احسن حاجة، لان هو دايما بيسيب وراه مساحة كبيرة، لانه ما شاء الله بيحب الناحية الهجومية اكتر، وبيهاجم وبيحب يروح على الجون، فبالتالي بيسيب دايما مساحة وراه. فعشان كده انا قلت لك من شوية ان انا ما بفضلوش يلعب باك شمال، خصوصا لو الخطة هتكون 4 في خط الظهر. اما بقى لو هيلعب بثلاثة مدافعين هيكون مميز جدا ومناسب، او لو لعب جناح ممكن يكون كمان مناسب ومميز اكتر. اما بقى لو هيلعب باك شمال عادي اللي هم 4 في خط الظهر، فاعتقد ان هو هيحتاج يطور من نفسه في حته التغطيه الدفاعيه بشكل اكبر من كده. فما شاء الله الخلاصه يعني ان هو لعيب مشروع، ولعيب صاعد وواعد ومميز بشكل كبير جدا، وعندي احساس شخصي كده ان احنا اشترينا صفقه جديده، وان شاء الله ربنا يوفقها مع النادي الاهلي. عايزك بقى تقول لي انت بتفضل ليه انهي مركز اكتر، الباك الشمال ولا الجناح، ولا ممكن مثلا اللي نشوفه كمهاجم وهمي ساقط لتحت شويه. ده كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. شخصيه، لعيب جريء بيتحرك في الملعب بشكل كويس، بيفتح لزمايله، بينزل بيستلم الكوره، بيغير الملعب كانه لعيب كبير مش كانه لعيب صغير، وتاني اصغر لاعب في الماتش من بعد ميدو نبيل. فما شاء الله لعيب ان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير جدا.
ما تنساش تقول لي رايك في تعليق وتعمل لايك وتعمل شير وتعمل فولو على الفيسبوك واشتراك على اليوتيوب وتقول لي مين اللاعب اللي عايز فيديو ليه واشوفك في فيديو جديد.